تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي واعرب الكاظمي خلال الاتصال عن خالص عزائه ومواساته لحضرة صاحب الجلالة في وفاة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله. داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم جلالته الصبر والسلوان وعبر جلالة الملك المفدى عن بالغ شكره للسيد الكاظمي على العزاء والمواساة في الفقيد رحمه الله